كانت ما شاء الله، يعني وقفوا ما شاء الله، الناس وقفت مع سيف الدين ما شاء الله، كتر خيرهم الله يعطيهم ما يتمنوا ان شاء الله. وكان اللي جاو لي حتى للدار لهنا وعاونوه وكملوا له المبلغ نتاعو، بارك الله فيهم الله يعطيهم ما يتمنوا. ونشكر سام على كل انسان اللي وقف بجانب سيف الدين واللي خزر فيه وخزر فيا انايا عامة، من الطفل الصغير حتى العبد الكبير، كل ما تعاطف مع سيف الدين وقف معاه في الشدة بقوة قاع نشكرهم قاع يتيك. أنا فرحانة، أنا فرحانة خاطر أنا حاسة بلي وليدي يروح يدير العملية وعاد يولي لي يمشي. ما كنتش متصور، ما بعد ما يقدرش يقدم، ما كنتش متصور بلي يلحق المبلغ تاعو ويروح سيف الدين يدير العملية. وحمد خاوتي، والله غير قلت لك خاوتي ما يساوش خاوتهم، وان شاء الله يكونوا مع كاع الناس اللي وروهم، خاش انا حسيت وليدي حسيت، كاين ناس مازالت يتحس وراه يتحس. ونشكر الناس هذو كاع اللي وقفوا ساموا مع سيف الدين. فرحنا هذاك بروفيسور مالي كاري قالنا تنجح له العمليه ويزيد في الميزان ان شاء الله يا ربي، وباش هكا نقدروا نديروا له سبور ونديروا له العمليه الدوزيام باش يولي ديريكت يمشي. اتصلت به ودار لي رونديفو بروفيسور تاعو، ما هو امريكاني، ما باسكو انا ما نعرفش نهضر بالامريكانيه، هو اللي هضر مع واحد صديقي ويهضر بالامريكانيه، وقالوا عاود له الرونديفو باسكو البرومي بعيد بزاف. امل تاعي ولا لي امل لوليدي ولا لي، ما هو راه فرحان، انا هو فرحانه وغير يضحك هذو اليامات، شغل حس باللي كي جا بابا وقال له سيفو خلاص قريب تروح باش دير عملية وفروا لك العمل المبلغ تاعك، كشغل ضحك حس والله غير حس باللي صح يروح يتعالج ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيهم الله يعطيهم ما يتمنوا الحاجه اللي قالوا لي دعينا ليها، راني ندعي لهم صباح وعشيه ان شاء الله، ربي يوفقهم وربي يعطي لهم الحاجه اللي حبوا يوصلوا ليها. انا نقول لهم واش راكم متمنين، سيف الدين يفتح عيني ويغمضهم يقول لكم ربي يوفقكم تعالى صب وليهم وربي ان شاء الله يعطيه ما يتمنوا. نشكركم الدنيا والاخره، كيما رجعوا لي الامل في قلبي على سيف الدين، هاد قطعت لي ياس كامل وقلت ما يتصلوش وما يعاونونش، كيما كل مره ندير نداء وما يعاونونيش، يعاونوني هذه المره جاو معايا بقوه، دلنا الخير تاع الصح، وربي عايشهم وما يقدر ان شاء الله ربي يقدرهم ويقدركم انتم ثاني على في الخير اللي راكم تساهموا معانا وتساهموا مع سيف الدين، وساهمتوا مع ناس مرضى مساكنهم ثاني يعانوا كيما سيف الدين بالك اكثر، وان شاء الله تزيدوا تساهموا مع حالات واحد اخرين، وربي راه يخزر فيكم كما تخزروا في المرضى ربي يخزر ليكم. على وليدي ان شاء الله يجيب الشفاء ان شاء الله، الحمد لله فرحة كبيرة، ونعيط كاع للناس كي نهار يجي وليدي ويجي من الخارج من داير العملية وجين، نعيط كامل للناس اللي عاونتني. Thank you.